يلا يا مصطفى مؤيد، مصطفى مؤيد اترك هذه الكرة، ابو حالوب بهذه الكرة ليلعب كرة طويلة، ابو حالوب ولخارج ارضية الملعب. كرة لا تعود من جديد، يصيدها هي كرة في لحظات، جول جول ياتي الهدف الاول، النجف يفعلون، معين احمد معين يسجل الهدف الاول يا معين، 1 لفريق النجف. نعم ياتي الهدف الاول براسية اللاعب معين احمد، يدول اول اهداف اللقاء في المباراة، بلقاء ممتع، بمباراة ممتعة. هذه تحية، هذه تحية، الهدف الاول شاهد العرضية، اقولها كل النجوم ترسم بصمات اقدامها على الكرة، لكنك براسية ضعت بصمات رأسك في الشباك، وليأتي الهدف الاول في المباراة، 1 لنادي النجف، 1 لغزلان البادية. يقول حتى وان كنا ضيوف فلابد ان نقدم ما لدينا، لابد ان نمتع جماهير مدينة السلام بهدف اول لنا. حتى الان ممتعة، فعل شاهدنا هدف وحيد، لكن نشاهد الفريق الاخر ينافس ويبحث عن هدف تعديل بروح، نعم روح قتالية، يبحث فريق النفط في عقر داري، لا يقبل الهزيمة بسهولة، وذكرتها لن يكون لقمة سهلة أمام نادي النجف. يلا بهذه الكرة جول، لا 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 لا، الهدف الثاني الثاني الثاني، لا لا لا، تصدي يا لهوي، جول أحمد كوني 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 كوني، يفعلها في دقائق قاتلة، أحمد كوني ذكرتها وقلتها، يا للنجف شوفوني، يفعل احمد كوني بهدف ثاني، الثاني لنادي النجف، هدف ثاني لنادي النجف، احمد كوني يسجل له ثاني اهداف اللقاء، هدف ثاني في دقائق قاتلة لعمر الشوط الاول واللحظات الاخيرة، يقود النجف بهدف ثاني، هدف ممتع، هدف جميل، احمد كوني قاتل بشراسة، قاتل بقوة، احمد فعلها، نعم شاهد كيف فعلها، وعاد من جديد، تصدى حيدر جمال، فعل المستحيل، لكن كوني خلاص، كوني يفعلها ويسجل الهدف الثاني في المباراة، هدف ثاني لنادي النجف، يفعلون ليقودون المباراة بهدفين، لتصبح نتيجة المباراة 2 دون رد، 2 دون رد حتى الآن. أحمد كوني يسجل 96، أيضا خريج قسم لغة إنجليش، لنترقب الكرة تعدي يا أطول ولتمشي بمحاولة أقرب، يلا عدد هذه الكرة، جول جول، نعم يعود النجف من جديد، النجف يفعلونها من جديد، هدف ثالث في المباراة، عبيدة كاظم خلاص يقود المباراة بهدف ثالث، وليأتي الهدف الثالث لنادي النجف من جديد، هدف ثالث يقود المباراة، ذكرتها أحمد كوني وليس عبيدة، كوني يعود بالمباراة بهدف ثالث بهذا اللقاء، وتصبح نتيجة المباراة 3-3، 3 لنادي النجف، وليأتي الهدف الثالث في المباراة، أحمد لفت كوني، كوني هو من يسجل الهدف الثالث، نعم والهدف الثاني بحسابي الشخصي لمباراة اليوم، أحمد لفت كوني لكتيبة المدرب حيدر عبودي، يأتي الهدف الثالث بهذا اللقاء، هل تصعب المهمة على